هلو هلو، يا رب كامل تكونوا بخير وعلى خير. واليوم راح يكون فيديو جديد على بالي راح تحبوه، على بالي في فئة من البنات يحبوني أكثر من المحتوى اللي شاركوا معاكم ويخليوا لي لايك في الثواني الأولى ويحبوني لي شخصي. نقولكم بينوا روحكم في التعليقات وانتم الأقرب للقلب. اليوم راح يكون فيديو مشتريات الصيفية اللي حبيت نشاركها معاكم، والجزء الثاني راح يكونوا بعض الاكتشافات بين قوسين لمنتجات جزائرية وأكيد سعرها في متناول الجميع، والأهم من هذا الشيء كامل ما يكونش مقاطعة. أول حاجة البيجاما اللي بزاف هايلة، لي كولور تاعها هايلين، كي موتيف فيها لو جون موتارد بزاف روعة، فيها جيوب لي تاي عندهم هايلين وإكزاكت، اشري وعينيك مغمضين. لو ساتان تاع هاد القطعة جاي سانتيتيك، يعني ماهوش هذاك النوع اللي ولا سوا الناس اللي تعرف الأقمشة. بالنسبة لي أنا هايلة، تصميم الكواليتي، تبقى دايما شوفوا لي شريط القياس تاعكم. لو دوزيام بيجاما البنات جاي اون كوتون، واش نقول لكم لا كاليتي، روعة 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 البنات. كي فتحت لو باكاجينغ باردة داخل وباردة بلا ما نلبسها، دونك هذه هي انفستيسمون اللي حابة بيجاما بكاليتي مليحة، وميم القماش غسلي وردي غسلي وردي. هذه كاين وقت اخرين يكونوا بجودة اقل، هذه على ضمانتي. فيها بزاف لي كولور، جو كوا راح نجيب منها الوان اخرى كلاسيك كيما راكم تشوفوا لي بوردور تاعها، ولا الحواف جايين بلو بلون، هذا نفس القماش برك بالابيض، وتصميمها مريح، فيها الجيوب يعطوك معها هذيك القفله الزايده. هاد لا مارك روعه، ما تندموش كامل عليها. لو ترويزيام بيجاما، ولا خلينا نقولوا ان انسامبل ولا ان جوكينغ، هايل 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 هايل. وكان كان عندي لوبورتونيتي نخليكم توشيو، دايوغ من الفيديو راه باين باللي بارد. لو بونطالون جاي الادان، كنت تعرفوا لي بونطالون على الدين يجوا ماسكين هكا من تحت، يجوا فيهم لي لاستيك، وماهوش هذاك لاستيك اللي يضيق، يعني هذاك اللي ديرونجيكم واللي ماسك عليكم يخليكم لي تراس. نو مرتاحه، جاي باس من تحت وجاي عريض وفيه لاستيك. لو بودي تاعو ولا لو او جاي اوسي مونش لونغ، وعادي جدا تلبسيه. دايوغ انا راح نلبسو تحت العباية ولا الكيمونو باردة، هذا عادي جدا تلبسيه تحت الحجاب تحت الجلباب. لو ديرني بيجاما هذا راكم تشوفوا فيه جاي غري كلير، الكول في لي مونش تاني كوبي، وكيما راكم تشوفوا جاي كروب كروب توب، مي لو بونطالون تاعو جاي تاي اوت. بالنسبة لي انا هذا بارفي لهذه الاجواء الصيفية، جاي لو بونطالون بالاتزو عريض، التيسو تاعو جاي الاستيك، هذايا روعة حتى ديري بيه سبور نورمال يا البنات. هايل هايل هايل، خفيف، ودايوغ راكم تشوفوا فيه ولا مارك لوفلات، مكانش لبس ما فيش الجيوب، وفيه هاد الحاشيه خلينا نقولوا اجوستابل، تقدري تضيقي في لو بانطالون توسعي فيه وانتيا مرتاحه. ونروحوا للعشق الابدي لو سيت الي اكسبريس، على بالكم اللي عندي 11 سنه وانا نشري منه. هذا المره داروا واحد لوبسيون اللي فريمون فرحتني، داروا اتفاقيه ولا كولابوراسيون مع خدمه توصيل ام اس، ولات لا كوموند توصل في مده قياسيه، نقدر نقول لكم قل من 15 يوم تلقاي باللي ليفوار راهو عيط لك وراح يدي لا كوموند تاعك. بيان سور ماهيش معممه كليا على كامل المتاجر، مي اغلب المتاجر كيشوفوا الاقبال على هذه الخدمه واكيد راح تسهل عليهم وتسهل علينا. ديجا انا رحت رفضت لا كوموند تاعي، ما خلصتش هذيك ال 15000 كيما الكوموند الاخرين. اذا حبيتوا ندير لكم كاع لي زاشا اللي درتو من هذا لو سيت خبروني، باسكو كاين حوايج اوتيليزيتها، كاين حوايج راهي منه ومنكم تعرفون، نعجز نصورها لكم. بالنسبه ليا هذا المونتخ علاش شريتها، جايه حاجه بازيك، جو بريفير الروز جولد في لي زاكسيسوار سورتو في السوايع. مشكلتي انا في الصيف بغاسلي تاعهم كيكون اون ميتال تعرق يدي ودي لي حساسيه، هذيك البلاصه كامل تشوفوها معمره بالحب ودي لي حساسيه، نبقى نحك وتحمار وما نحكيلكمش. دونك جو بريفير ندير هاد لي مونتخ اللي يكونوا بالجلد ولا اللي يكونوا اون سيليكون. المره اللي كنت شريتها فيها كانت سولد وعجبوني لي ديتاي كيما راكم تشوفوا، جايه ماتلا. واللي انا حبيت نبارطاجي معاكم هاد الانبوكسينغ اللي كيما على بالكم لو سيت الي اكسبريس فيه واحد لي بيبيت، دايوغ هاد لا مارك اللي اسمها لا فيستين، واش نحكي لكم دوفينيتو واش كاين الداخل، نظنكم عرفتو، سي ان ساك لي فريمون روعه. دايوغ هاد لا مارك لا فيستين عندهم لوفيسيال ستور، انا ما شريتش من عندهم باسكو لي بري تاعهم كانوا طالعين وقت لي سولد على هذا لو ستور ولا هذا المتجر، باسكو تلقاي ناس وحدوخرين تبيع نفس المنتج، مانيش عارفه اذا كان جديد برك حب هكذا كينقص ولا. المهم كنت جبت هذا لو ساك اللي راهم في الانستغرام، انا ما عرفوش لا كولور تاعو، على بالكم لا توندونس هما لي كولور باستيل، ولما نحكي على الروز بودغي هاد لا كولور اللي نحبها، جايه ماهيش اتيرونت وتقدري تنسقيها مع بزاف حاجات. راك يبان لكم هاد درجه اللون، جايه روز على نيود على بيج، لون ربيعي صيفي بامتياز. وكيما راكم تشوفوا فيها 3 كومبارتيمون ولا 3 تقسيمات. لا توندونس اوسي هذا العام في لي ساك انهم يكونوا فيهم هاد السنسلا، فهمتوني السنسلا تكون اون ميتال، يعني مش هذوك اللي جاوا بالعاج وجاوا باللافيزين ولاكريليك، نو
ونتقلوا للجزء الثاني للفيديو. بعد اللي كنت وعدتكم تلقيت بزاف طلبات نجربكم منتجات جزائريه. المجموعه اللي شفتوها كامل من عندنا يا اللي جيل دوش تاعهم عندهم بزاف لي سونتيغ، عندهم بسك الابيض ولا مسك الطهاره يجي الباكاجينغ ابيض وازرق، عندهم العود اللي يجي مارون هذاك ريحته اورينتال تناسب الشتاء، وكاين واحد بلون بالموف اللي اسمه فالنتين بزاف هايل، وكاين هذايا لوغوج اللي اسمه سوريز اي بيستاش، نورمالمون جاي غورموند حاجه تكون سكري سويت، فهمتوني؟ دونك لي جيل دوش تاعهم ريحتهم ضعيفة للأمانة، يعني مشي الريحة اللي تبقى في الجسم يعني تبقى في لادوش، وحاجة أخرى رغوتهم عادية، سعرهم ما يديباسيش 30,000 32,000 34,000 كل مرة كيفاش نشريهم. هذايا حسيت يناسب هاد الأجواء، أون بليس دوكا رانا داخلين على الصيف، لابيسين فيه الكلور البحر الملح، دونك لابو تاعنا مع التدواش المتكرر تنشف. روماركيت فيه هادو مالك غير ريحتهم الشقبية بصح ما ينشفوش لابو مقارنة بأنواع أخرى بنفس السعر هنا في المنتجات المحلية. زيادة على شي حاجات اقتصادية مالك تشوفوا الباكاجينغ صغير بصح يبقى معك فتره طويله. هاد الماركه الاسبانيه اللي اسمها سلوناس من بكري عندنا، ولا لاحظتوا معايا اسعار منتجاتهم في متناول الجميع، وممكن حتى تكون ارخص من المنتوج المحلي. كيما هاد لو جيل انتيم بزاف روعه، يبقى معك فتره طويله، سعره ما يديباسيش نورمالمون 25,000، يحسش ولا فيه ريحه قويه، فهذا نرشح لكم. ماهوش منتج يعني يدخل في المقاطعه لانه الماركات الاسبانيه خارجه على هذه القائمه. نرجع مره اخرى للمنتوج الجزائري، وشوفوا اذا كان طلعت راسي بقيت مفتخره بالمنتوج الجزائري نقدر نكلاسي لكم لي دونتيفريز تاعنا. معجون الاسنان الماركات بزاف عندنا يقدروا عادي جدا ينافسوا ماركات عالميه كيما سانسوداين وغيره، صدقوني انا مش هاد الهضره نحكي فيها، سمعتها ثاني من عند لي دونتيست. شوفوا لي هاد لا مارك ناتورا برو، لي دونتيفريز تاعهم لي ديباسيوش 10,000 11,000، مي لا كاليتي تاعهم دو اوف. وهذا النوع اللي اسمه ناتري فلور بالنسبه ليا اديو كولغيت اديو سينيال اديو كريس اديو سانسوداين كلهم مقاطع حاليا، راني مستمره مفتخره بلي دونتيفريز تاعنا. الماسك من عند كاليدرم بخلاصه الكنكومبر ولا الخيار، وعندهم واحد بخلاصه الفحم، في ماسك وفي منه غوماج. اللي حبيته في هذا الماسك نقدر نقول لكم انه دو بارفي لا مارك ايفوليدام. الماسك هذا يدير ثاني كيف كيف 30,000 34,000. الميزه اللي فيه انه يقدر يكون ماسك يهدئ البشره، وفي الصيف هذا اساسي، يعني حاجه فريش تبرد على لابو تاعنا، تعطي نظاره من نظاره مؤقته، يعني بعد اللي تستخدمي الماسك يعطيك هذيك النظاره، مي ماشي نظاره اللي يغير لك يعني السموريه هذيك نحالك. يقدر يكون اكسفوليون، المليح فيه انه جاي ناعم على لابو تاعنا، يعني ما يقدرش يهلك الحاجز البشره سورتو في فصل الصيف. جودته مقارنه بسعره مليحه. يقول لمثال ختامها ميسك منتج، انا بالنسبه ليا كانت رشحته لي صديقه ربي يحفظها بصوت صعينه في هاد ستيك، ومفتخره بمنتج جزائري بهاد الكواليتي. لك روحي اشريه وعينيك مغمضين. دايوغ انا شريته ومن بعد عاودت رجعت شريت بعد 3 ايام كي تيستيته واحد للزوج، لانه هذا اللي راكم تشوفوه بالغوز اسمه بريميوم، هذا بور لي فام، وكان واحد لاسونتور دايرينها لي زوم هايله جايه ناشفه. كان ما لقيتوهاش روحوا حوسوا في الانستغرام، مش عارفه اذا عندهم صفحه في الفيسبوك، روحوا شوفوا الكوتور تاع الناس، وبيان سور تقدروا تكومونديها توصلكم الباب الدار. هذه هي، نخليكم في امان الله وحفظه. اذا حبيتوا هذا الفيديو ما تنساوش تخلوا لايك، اطلبوا مني اي فيديوهات حابين تشوفوها مستقبلا. الاخت اللي راهي تحكي على روتين خاص بالبشره الجافه وبمنتجات جزائريه قريبا راح تشوفوا الفيديو، فاستنيني. ولا انا ما بقى لي نقول لكم الا تهلاو في روحكم، في امان الله.